مشاهدينا برحب فيكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم أوروبا في فلسطين بدعم من الاتحاد الأوروبي. في حلقة اليوم رح نزور مؤسسة فيصل الحسيني حتى نتعرف أكثر على برنامج التطوير الشامل اللي عم بتنفذه من عام 2011 بدعم من الاتحاد الأوروبي. في البداية رح نحضر هالتقرير سوا، لكن بعد الفاصل. الاتحاد الأوروبي شريك ملتزم في بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية المستقبلية. أوروبا وفلسطين شراكة وجوار. بدأت مؤسسة فيصل الحسيني في شهر تموز من العام 2011 بتنفيذ مرحلة جديدة من مشروع التطوير الشامل بتمويل مباشر من الاتحاد الأوروبي في 7 من مدارس القدس. ويهدف المشروع بشكل عام إلى ضمان حصول جميع الأطفال في القدس على حقهم في جودة تعليم عالية وبيئة تعليمية صديقة للطفل ومحفزة على التعلم والعمل على تطوير البنى التحتية من ترميم وصيانة مباني المدارس وتزويدها بالأثاث والأجهزة وفقا لاحتياجاتها. أول شيء هو مشروع تطوير شامل يعنى بجميع مناحي العملية التعليمية، وهو مهم بالقدس لأن القدس تعاني كثيرا. احنا في عنا نقص كبير في المعلمين، نقص في الغرف الصفية، اكتظاظ شديد، نوعية التعليم التي تقدم بسبب الاحتلال هي نوعية غير مقبولة، وبالتالي هو مشروع يأخذ جميع المناحي العملية التعليمية. برضو مهم لأنه بتعامل مش بس مع الطلبة، بتعامل مع المعلمين ومع الأهالي، مع أولياء الأمور، بيخلق وضع جديد مختلف. هدفنا بالآخر طبعا نحن أن نقدم التعليم لكل الطلاب في القدس، أنهم يحصلوا على حقهم في التعليم، في تعليم نوعي، في تعليم جيد، وأن ننتج جيل في المستقبل يكون عنده قدرة على القيام بالإنتاج الأدبي وأن يعمل بحث علمي. إحنا في مدرسة النهضة ألف إحدى مدارس اللي داخلة في مشروع التطوير الشامل مع مؤسسة فيصل، شاركنا بالعديد من الأنشطة والتطوير الأكاديمي والبنية التحتية. استهدفنا مع مستشارين مؤسسة فيصل مجموعة من الأمهات في مشروع معا لبناء طالبة إيجابية، كان التطوير حتى لإكساب هذه الأمهات أو هذه المجموعة من الأمهات مهارات حتى تقوم بدعمنا في المدرسة من أجل الوصول إلى طالبة مثالية وتحسين ظروف الطالبة وتحسين حتى ظروف الأم. مشروع التطوير الشامل ركز على عدة مواضيع كان أبرزها برنامج صعوبات التعلم، وأيضا برنامج تطوير اللغة العربية واللغة الإنجليزية، والسعي إلى تطوير مهارات تعليم الكتابة والقراءة والاستماع والمحادثة، بالإضافة إلى برامج تطوير العلوم الطبيعية والرياضيات وتطوير الرؤى المدرسية، التواصل والتفاعل مع أولياء الأمور والمحافظة على حقوق الطفل في المدارس، بالإضافة إلى تخصيص حصص لا منهجية وبرامج إضافية للطواقم التدريسية بهدف الترفيه والتخفيف عنهم من وطأة الأعباء الملقاة على عاتقهم. وأنا استفدت من نادي العلوم إنه أول إشي إنه أخذت خبرات منه للمستقبل، يعني كتير استمتعنا في نادي العلوم، استفدنا منه وأخذنا أفكار جديدة يعني لحياتنا المستقبلية. فادت في نادي العلوم كل التجارب، بس أكتر إشي اللي هم DNA وفصيلة الدم والشمعة والماء والحمود والقواعد وتحويل الحليب إلى بلاستيك. جميعنا متفقين إنه التعليم هي مسؤولية جماعية بحاجة لتطوير الوسائل والإمكانات حتى نخرج أجيال بمستوى تحديات العصر، وهذا هدف من أهداف مؤسسة فيصل الحسيني. رح ننتقل لفقرة أسئلة وجوائز، لكن بعد الفاصل. الاتحاد الأوروبي شريك ملتزم في بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية المستقبلية. أوروبا وفلسطين شراكة وجوار. بين أزقة البلدة القديمة المعبقة برائحة العراقة وبهالأجواء الرمضانية المميزة، رح نتجول وإياكم لنشوف الناس شو بتعرف عن الاتحاد الأوروبي. خليكم معي في هالجولة الميدانية.
رمضان كريم. الله أكرم، أهلا وسهلا. عرفنا باسم حضرتك. محمد غنيم. يا محمد، وصف لنا كيف الأجواء الرمضانية في البلدة القديمة. أجواء حلوة وهيك ومسوي زينة و... تمام. هلا إحنا في عنا اليوم سؤال، إذا بتعرف إجابته بتكون رابح معنا في حلقة اليوم. جاهز؟ إن شاء الله. بيحكي لك في هولندا في ثلاث ديانات، في عندك البروتستانتية والكاثوليكية والإسلام، أني أكبر ديانة فيهم؟ كاثوليكية. متأكد؟ آه. مشاهدينا، أكبر ديانة في هولندا هي الكاثوليكية. إجابتك صحيحة، بتربح معنا جائزة بقيمة 50 يورو مقدمة من الاتحاد الأوروبي. رمضان كريم. الله أكرم. عرفنا على اسم حضرتك. محمد بيومي. في معي سؤال، إذا بتعرف إجابته بتربح معنا في حلقة اليوم. السؤال بحكي لك عاصمة إستونيا. عاصمة إستونيا بعرف. بس لا لا، ما حد يا شباب عنده إجابة؟ عاصمة إستونيا. بتعرف عاصمة إستونيا إيش هي؟ عاصمة إستونيا لا والله. تالين. روح جبتها ورجعت شكلك. لا جبتها. تمام، يعني جواب نهائي تالين. تالين جواب نهائي. فأنت بتكون الفائز معنا بحلقة اليوم، جائزة بقيمة 50 يورو مقدمة من الاتحاد الأوروبي. مشاهدينا، أكيد جولتنا معاكم ما خلصت، رح نكمل الجولة في البلدة القديمة والجوائز عديدة، خليكم معنا. الاتحاد الأوروبي شريك ملتزم في بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية المستقبلية. أوروبا وفلسطين شراكة وجوار. مشاهدينا، ما خلصت جولتنا الميدانية، لسه رح نكمل معاكم في البلدة القديمة وبهالأجواء الرمضانية، خليكم معنا. رمضان كريم. عرفني باسم حضرتك. مهدي الرش. في معي سؤال، إذا بتعرف إجابته تربح معنا جائزة بقيمة 50 يورو. متى عقد مؤتمر مدريد؟ في أي سنة؟ 2016 94 96 هيك شيء 91 خلينا نقول. صحيح، بتكون رابح معنا جائزة بقيمة 50 يورو مقدمة من الاتحاد الأوروبي. رمضان كريم. الله أكرم. عرفني باسم حضرتك. نايف صندوقة. سؤال، إذا بتعرف إجابته بتكون رابح معنا في حلقة اليوم. جنسية رئيس المفوضية الأوروبية خوسيه مانويل بارسو، بتعرف إيش جنسيته؟ برازيل. من البرازيل. عندك فكرة إيش جنسيته؟ لا والله. تعال سمير ساعدني. مين سمير يجينا؟ أولمبية جنسيته. جنسية رئيس المفوضية الأوروبية خوسيه مانويل بارسو، عندك فكرة إيش جنسيته؟ على ما أعتقد برتغالي الجنسية. إجابتك صحيحة، بتربح معنا جائزة بقيمة 50 يورو مقدمة من الاتحاد الأوروبي. مشاهدينا، مشوارنا وحلقتنا معاكم في البلدة القديمة في مدينة القدس انتهت. شاهدنا مع بعض تقرير بيحكي عن مشروع التطوير الشامل اللي عم بينفذه مؤسسة فيصل الحسيني من عام 2011 بدعم من الاتحاد الأوروبي. بتمنى تكونوا استمتعتوا معنا في جولتنا الميدانية، وألف مبروك للفائزين اللي فازوا معنا بحلقة اليوم. موعدنا بتجدد كل يوم وبنفس الساعة ومع قصة نجاح جديدة. رمضان كريم، ومني أنا فرح زحلقة، أطيب الأوقات، إلى اللقاء.